التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نائب رئيس جمهورية إندونيسيا معروف أمين على هامش قمة المناخ. وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا وتنويع مجالاته، خاصة أن مصر يمكن أن تكون بوابة لإندونيسيا ولإفريقيا مع وجود اتفاقات للتجارة الحرة بين مصر ودول القارة. من جانبه أشاد نائب الرئيس الإندونيسي بقيادة مصر لجهود العمل المناخي في قمة شرم الشيخ، وكذا بالتنظيم المتميز لأعمال المؤتمر.